أهلا وسهلا، برحب بحضراتكم بمؤسستنا صناعة جودة العرب Arab Quality Makers. البداية حابة أحكي لكم شوي عن المؤسسة. صناعة جودة العرب هي مؤسسة متخصصة بتقديم الحلول الإدارية للشركات والمؤسسات الطامحة للتميز والتطور. طيب شو هي الفائدة اللي بتعود على عملائنا لما بيطبقوا الحلول اللي بنقدمها؟ بيستفيدوا من عدة نواحي، رح أذكر أهمها: تحسين وكسب رضا الزبون، تحسين التزام وكفاءة الموظفين، وتدعيم هيكلة المؤسسات، تحديد الاستراتيجيات وخطط العمل، وأكيد تحسين المداخيل وتحقيق الأرباح، وهالشي كله بيقود وبيساعد لتتحقق الأهداف المطلوبة. أما رسالتنا في اختصرها به المساهمة بالارتقاء نحو أفضل مستويات الاحتراف والتميز. قيمنا اللي بتشكل الإطار الأساسي لعملنا هي الصدق والنزاهة، تكريس خدماتنا من الدرجة الأولى، الأخلاق، وأكيد التزام المواعيد والحماس. أما عن خدماتنا هي التدقيق والتقييم وتحديد الحاجات، وضع وتطوير الحلول للأنظمة الإدارية، تدريب الموارد البشرية والتوظيف، بالإضافة إلى البحوث والدراسات. طيب شو هي قطاع نشاطنا؟ قطاع نشاطنا من خلال خبرتنا اللي امتدت لأكثر من 15 سنة صار لنا رؤية واضحة وشاملة في عالم الأعمال، ولهيك صار لنا خبرة واسعة بقطاعات عديدة ومختلفة. راح أذكر منها على سبيل المثال الاتصالات والتعليم، الخدمات المصرفية، الصناعة، الخدمات الصحية، الأمن الغذائي، القطاع العام، بالإضافة إلى التعهدات وغيره من المجال. أما هلا حابة أحكي لكم شوي عن أنظمة الأيزو 9001، 14001، 22000. خلينا نبلش بالأيزو 9001، نظم إدارة الجودة. بتشكل معايير نظام إدارة الجودة نموذج إرشادي لإدارة أعمال الشركات لتطبيقه في إدارة عملياتها وأنشطتها. طيب شو هي مبادئ إدارة الجودة؟ فينا نختصرها بسبع عناصر، هي التركيز على الزبون، القيادة، مشاركة العاملين، منهج العمليات، التحسين المستمر، النظام المتكامل الإدارة، بالإضافة إلى الاعتماد على الحقائق في صناعة القرار. طيب هلا السؤال المهم، شو الفائدة اللي بتعود على المؤسسات لما بتطبق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001؟